اللي عمل طاجن الخبيزه باللحم الكندوز او بشرايح اللحم، حته كده لطيفه وجميله فيها نسبه الدهون زي ما حضراتكم شايفين دسمه شويه، وانا من عشاق الدهون اللي هي بتبقى ما بين اللحم وبعضه، بتبقى لطيفه وجميله. هنعملها مع بعض ازاي؟ معانا خبيزه من الارض الطيبه مصر، حلو قوي، شكلها معروف، كل الصعيد المصري والريف المصري بيعرفها كويسه، الورقه الجميله عامله زي ورقه العنب. اهي مخرجنا الجميل الخبيزه. الخبيزه النهارده بطريقه جديده، معاها لحم كندوز ومعاها رز مصري ومعاها طماطم ومعاها بصل او تومه. خبيزه شكلها لطيف وجميل، هنستخدمها ازاي مع بعض؟ احنا هنشوف التفاصيل بعد دقائق معدوده. مقادير على الشاشه، خبيزه، لحم شرايح كندوز، بصل وتوم، مكعبين من الزبده، معلقتين من الزيت، معلقه فلفل حلوه، كزبره خضراء، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، حلو الكلام؟ تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. أول حاجة هنتبل الحتة اللحمة اللي معانا دي، حلو الكلام؟ أه الشرايح الحلوة دي كده نحطها هنا كده عشان هنشويها وناخد الطعم بتاعها، اللهم صل على النبي. حسب عدد أفراد الأسرة ممكن يكونوا 6 شرايح 8 شرايح زي ما أنتي حابة. أه الله بالشكل ده كده، وناخد الطبق ده كده عشان أنا مش بحب الدم. أه حتة اللحمة طالما اتقطعت بالشكل ده ما تتغسلش، اوعى حذاري تقطعي سكالوب، تقطعي بوفتيك. قطعتي لحمة بعد ما اشتريتها من عند الجزار او جابها، لو غسلتها بمية كده انت بتفقدي جزء كبير من القيمة الغذائية بتاعتها، وحتة اللحمة شخصيتها بتتبهدل يعني. من الاخر ادي اللحم معانا جاهز زي الفل، هنتبله مع بعض كده تتبيلة سريعة، شوية الفلفل الحلوين، شوية الملح التمام، فص الثوم المحترم، البصلية الحلوة الصغيرة دي كده اهو، حلو، ومعلقتين من الزيت، حلوة. ايه اللطافة دي يا عم الشيف؟ احنا مع بعض دي طريقة جديدة يعني. الخبيزة مفيدة جدا وقيمتها الغذائية عالية جدا، والموضوع دلوقتي بقى سهل جدا. عايز اعرف فايدة الخبيزة ايه؟ كبسة زر على التليفون اللي بين ايدك دلوقتي وسيبيه من فضلك طالما الشيف المغازي على شاشة القناة الأولى، وقولي فايدة الخبيزة ويطلع لك بقى تقري فيها للصبح. فايدة الهندبة، هم كلهم فصيلة واحدة اللي هو السريز بتاعنا اللطيف الحلو اللي الريف المصري والصعيد المصري بيستمتع بيه. حتة اللحمة اتبلت اهي زي الفل، اهي ملح وفلفل، ما تكترش التوابل في حتة لحمة طازة. معانا طاسة شديدة الحرارة، اهي زي الجريلا كده، اهي حلو، بنحط فيها معلقتين زيت صغيرين ومكعبين من الزبدة صغيرين، يلا وناخد اللحمه دي يا عم الشيف مخرجنا الجميل. انا عارف بتحب انت اللحمه لما بتنزل على الجريل، هو ده اهو 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 هو ده اهو، حلو قوي اهو. انا عايز مكان التحمير ده اهو، الله أوه. طريقه جديده جربيها وقولي لنا رايك فيها. عندك ريش مفيش مشكله تحل الايه محلها زي الفل كده، تمام. اللحمة هنا على النار، معانا الخبيزة اهي. الخبيزة أنا مش هفرمها، أنا هخليها زي ما هي بنفس التقطيعة دي والتوريقة دي اهي، هنجيبها على الشاشة كده للسادة المشاهدين اهي. دي الخبيزة، اللي مش عارف شكلها من الجيل الجديد يشوف شكلها اه. دي أكلات من الزمن الجميل، خبيزة هندبة اه الله اهي، شكلها حلو قوي زي السبانخ، هي كتير اه بس دي بعد ما تستوي طبعا هتشوفوها حضراتكم هيبقى شكلها زي. ولازم تتغسل كويس. تتغسل ازاي دي يا شيف؟ بميه من التلاجه من الحنفيه مش بميه سخنه. بعد ما تقطعيها كده بالشكل ده كده بتحطيها في ميه وتسيبيها شويه عشان الرمله وعشان الطينه وعشان كل ده، وبعدين تصفيها وتخليها عندك بالشكل ده كده، وبعد ما تصفيها تتاكدي ان الميه نظيفه مكان ما غسلتيها اه. دي الخبيزه بتاعتنا الحلوه، حلو الكلام، حلو الكلام. طاسة تانية على النار، بنحط فيها برضو مكعب من الزبدة مع معلقتين زيت صغيرين عشان نحمر بصلاية حلوة اهو، اللهم صل على النبي، ومكعب من الزبدة، بصلاية حلوة، الله عليك وعلى والديك اهو، ونحمر البصلاية مع مكعب الزبدة والزيت. وانا بحمر البصلاية مدرسة المغازي بتقول نحط البهارات بتاعتنا عشان عينينا ما تدمعش اه،
والبهارات ملح وفلفل وشويه بابريكا. الله، حلو قوي. حمر البصلايه حلو بالشكل ده كده، وانا بحمر البصلايه بنزل بالتومه بتاعتي. دايما نصيحه مني، بتحمري تومه وبصله تعملي تعصجي لحمه، تعملي صوص طماطم كلكسيه، تعملي صلصه طماطم لبيتزا، تعملي اي يخنه، فبتاخد بصله وتومه. ما تنزليش بالتومه والبصله في وقت واحد، لان التومه هتتحمر وتسود معاكي والبصلايه لسه بتقول يا هادي. نوصل للمرحله دي من التحمير للبصله ننزل بالتوم بتاعنا. التوم شخصيته في انك انت تحافظي على طعمه ولونه. كذلك لما تيجي تعملي الطشه بتاعه الملوخيه، طشه الفته، التومه درجه احمرارها بيتوقف على طعم الطشه. بالشكل ده كده زي الفل يا عم الشيف. اهو نخليهم على جنب. معانا الرز المصري بتاعنا الجميل اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ونقلب. معايا حله على النار بتغلي. دي معانا كل يوم، فيها بوكيه جرنيه، جزر، كرفس، بصل، ورق لورا، وحبهان، قرنفل، زي ما انت عايزه. دي معانا كل يوم. عايز انا شويه الميه دول. زي الفل. ده الطعم بتاعي، دون مكسبات طعم خارجيه لن اعرف مصدرها. زي الفل، اخليها تغلى على النار جنبي. ده المطبخ المصري اللي على اصوله، ده المطبخ بتاع ست البيت اللي هو صحي بطريقه صحيه. وانت بتعملي كده انت عارف انك بتعملي اكل صحي. نحمر كده الرزه مع البصله مع التومه مع البهارات زي الفل يا عم الشيف. حلوه. اخبار اللحمه ايه؟ نبص عليها كده. يلا خلونا نقلبها كده ونشوف فيها ايه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. خدت لون، احمرت. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ خليها كده. يا نعم. اللي اتحمرت ولا السليمه؟ قول لي عايز ايه؟ قول لي. دي لسه، دي تقريبا لسه شويه سوا كمان. الله عليك. قال شفت؟ مخرج شاطر بيحب يستعرض الفن والشغل الحلو. ايه ده؟ مش انا لوحدي بشتغل، انا اقل واحد معايا فريق عمل اتوجه له بالاحترام والتقدير. فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين والاخراج والاعداد والبروديوسر، كل ده يعمل ويجتهد لاستخراج او لاخراج صوره جميله جدا على شاشه القناه الاولى. اللحمه كده خلاص تقريبا في طريقه للسوى. الرز بتاعنا الجميل احنا بنقلبه كده مع البصله والتومه، بياخد لون وبياخد طعم. حلو قوي يا عم الشيف. تمام. ننزل على الرز ده يا عم الشيف بشويه شوربه. الخبيزة دي انا بحبها قوي. هو ده. يلا الرز يحل معايا. خبيزة بطريقه جديده، طاجن، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. البهريز والطعم في قلب الجريلا اللي انا بشوي فيها اللحمه. معانا طماطم، بناخد شويه طماطم مضروبه في الخلاط. كفايه. حلو قوي. معلقه فلفله حلوه. طعم فين؟ الله. ناخد شويه ونقلب دول كده مع بعض. ظبطين الملح، نظبط الملح. ظبطين الفلفل الاسود، نظبط الفلفل الاسود. اسيبهم على النار دول يا عم الشيف ياخدوا غلوه. واللحمه بتاعتي اخبارها ايه؟ زي الفل. نشوفها تاني. انا عايز البهريز اللي بينزل من اللحمه دي. الله على شرايح اللحمه دي لما تغوص جوه الخبيزه دلوقتي، ونرصها شرايح كده على جريلا بالشكل ده كده. طريقه جديده. التقليبه دي حلوه. زي الفل. اسيبها كده. والرز بتاعي على النار. حلوه. دي مرحله احنا بنسيبها دلوقتي تستوي. لحم على النار بيتشوي او بيستوي. معايا رز، عملت الخلطه الجميله. ايه الخطوات اللي هتتم بعد كده؟ انا مش هقول عليها للامانه. عارفين ليه؟ عشان تتابعوني بعد الفاصل. خط سير الحلقه انا مش عايزك تبقي زيي.
احنا معانا اخراج ومعانا طبعا وقت بيحكمنا. انا بعمل اكله اعتقد لو انت هتعملها في المطبخ عايزه من الطايم تقريبا ساعه، فانا بديك فكره عمل الاكله بطريقه جديده. احنا اتفقنا مع بعض بمقادير بسيطه وسهله تقدري تعملي اكل بطعم تاني وبشكل تاني، وهو ده مطبخك. بعمل الخبيزه باللحم الكندوز الشرايح مع الرز. شوف نعملها ازاي. هنا الخلطه بتاعتي الجميله الاساس اهي، الرز مع الطماطم مع التوابل كل ده مع بعض يا عم الشيف. ناخد الخبيزه اللطيفه الحلوه بتاعتنا دي كده نسقطها في قلب الايه الخلطه دي. هو ده زي ما هي كده يا عم الشيف. دي طريقه. خلي بالك انا عندي بوكيه جرنيه على النار، جزر كرفس بصل توابل. ناخد الخضره دي كلها مع بعضيها. حلوه قوي. وسقط عليها شويه شوربه لطيفه. نشوف موضوع الايه الخبيزه وصلت لفين معانا. نقلبها كده. اللهم صل على النبي. هتنزل طبعا الشوربه بتاعتها والسائل بتاعها. دي الخبيزه مع الرز. انا عايز حضراتكم تجربوا الطريقه دي لعمل الخبيز. انا عارف الامهات شاطرين في عمايلها، وخاصه الريف المصري والصعيد المصري، لان دي اكله من الزمن الجميل. شفت الخبيزه راحت فين؟ خلاص عامت مع الرز. خست. حلو قوي. خلي بالك في حاجه هنا، الحله اللي على النار اللي انا فرحان بيها دي. بناخد شويه شوربه من هنا كده. يا ويلي يا ويلي. هو ده. ونشيل دي ورا وتعالوا نعمل مع بعض طاجن الخبيزه باللحمه بيتكلم مصري. شرايح اللحم زي ما هي كده عايزها، وعندي الخبيزه جاهزه. يلا عشان ندخله الفرن مع بعض قبل الفصل بتاعنا. طعمه مظبوط زي الفل. هنيجي هنا كده. يلا مخرجنا الجميل، شوف الصوره الحلوه دي كده من الارض الطيبه مصر. دي الخبيزه مع الرز. يا ويلي. طبعا بندي مساحه. حلو قوي. ونحط كده وناخد اللحمه الحلوه الشرايح دي كده. تعالي يا حلوه. هو كده. الله. كمان واحده. ايه الحلاوه دي يا عم؟ اول مره اشوف الخبيزه تتعمل كده. جربي. ما هو المطبخ ايه؟ تجارب. شو لك اسال المجرب. او انا جربتها او انا عملتها. دي شرايح اللحم تقريبا هي استوت اهو، عايمه عوم في بهريز وصلصه لطيفه اهو. ناخد بقيه يا عم الشيف الخبيزه اللي عندي اهو. عينيا ده انا هدلعك اخر دلع دلع. ده بقيه الرز اهو. يلا هو ده. الفرن جاهز درجه حرارته 180 اهو. يا دلعك يا شيف. فين الخبيزه؟ خبيزه مبسوطه اخر انبساط ما بين شرايح اللحم الكندوز. ناخد بقى التركيه بتاعت المغازي اهي. بص عليا بقى. هو ده الدلع. فوطه كده حلوه. اللهم صل على النبي. وناخد البهريز ده يا عم الشيف. هو ده. هم السر هنا. يلا يلا ما تضيعش الفرصه دي. خلي بالك هي دي الفرصه. هو ده. يا ويلي يا ويلي. هو ده الطعم هنا. درجه حراره الفرن عندي 180. انت كلت الخبيزه بالطريقه دي قبل كده؟ مع احترامي لكل الامهات، مع احترام كل الساده المشاهدين، جوه الخبيزه دي لحم شرايح كندوز لطيفه وجميله. هندخلها الفرن. يلا بينا. درجه حراره الفرن عندي 180. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف بدون اي اضافات. في درجه حراره 180 وندخلها الفرن. الله. الانسجام ما بين الخبيزه والرز المصري وشرايح اللحم الكندوز من عند جزار حبيبنا، هنسيبهم في قلب الفرن لمده 10 دقائق. تعالوا مع بعض نطلع الخبيزه بتاعتنا الجميله. يلا يا غالي جت فرصتك. بص على الفرن. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه اللي انا عملته في الفاصل يا عم الشيف؟ اللي انا عملته في الفاصل بشياكه معانا الطاجن بتاعنا ومعايا طماطم شير صغيرة. الطبيعي ان انا بزين الطبق بتاعي بالطماطم الحلوة زي الفل كده. دي جواها لحمة؟ جواها لحمة. الله. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ بتحبوني؟ سامعكم بجد ولا جربوا الطاجن ده.
وقولوا انتوا بتاكلوا الطاجن ده حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. للامانه حد عمل الخبيزه بالطريقه دي كده قبل كده؟ لا. نقلب الدقيق. We'll be right back.